وكالعاده قبل ما نبدا فقراتنا تعالوا نطمن سريعا على حاله الجو مع الاستاذ وحيد سعودي المتحدث باسم هيئه الارصاد الجويه. صباح الورد يا فندم، وعايزين نعرف اهم الملاحظات على الحاله الجويه النهارده. الو، صباح الورد يا فندم، اهلا بحضرتك، اتفضل. اهلا بيك يا فندم. والله طبعا في ارتفاع ملحوظ في درجات الحراره، وده باين منذ الساعات الاولى. يعني درجه الحراره الان عابره 30 درجه الصبح كده، 30 درجه من المتوقع ان تصل الى 41 درجه مئويه درجة حرارة عظمى، لذلك طقس اليوم شديد الحرارة على معظم أنحاء الجمهورية بما فيهم القاهرة، يكون معتدل فقط على السواحل الشمالية للبلاد ده خلال ساعات النهار، أما ليلا فالجو لطيف على كافة أنحاء الجمهورية، وهذا الارتفاع هينتهي معانا النهاردة لأن بكرة هتعاود درجات الحرارة انخفاضها بشكل ملحوظ ما بين 11 إلى 12 درجة تقريبا، وهيصاحب ذلك اليوم نشاط الرياح المثيرة للرمال والأجربة على معظم انحاء الجمهوريه بما فيهم القاهره. انخفاض درجات الحراره 11 او 12 درجه، هل هيكون مصحوب بسقوط للامطار او اي ظواهر جويه ثانيه؟ هو في فعلا فرصه لسقوط الامطار على سلاسل جبال البحر الاحمر عند مدينتي حلايب وشرفين، وفي احتمال غدا لسقوط امطار خفيفه جدا على القاهره لكن غير مؤثره يعني، لكن هو طبعا النهارده اللي بنحذر منه نشاط الرياح والارتفاع في درجات الحرارة، يفضل بالفعل عدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة. الانخفاض 11 أو 12 درجة ده هيكون في يوم واحد اللي هو بكرة، ولا هيكون على مدار الأيام اللي جاية بشكل تدريجي؟ لا، الانخفاض ده هيبدأ من بكرة حضرتك على الأقل لغاية يوم الجمعة اللي جاي. تمام، يعني انخفاض بشكل تدريجي وصولا لغاية نهاية الأسبوع لغاية يوم الجمعة. بالظبط كده، بس هو هيبدأ من بكرة حضرتك مش تدريجي، لأن بكرة في نزول حوالي 11 درجة. النهارده لما بنتكلم في 41 درجه، بكره القاهره 30، توصل يوم الجمعه لحوالي 28 29 درجه مئويه. بالنسبه للمدن السياحيه في مدن البحر الاحمر اللي بتشهد طبعا رواج سياحي الايام دي عشان الاجازات، سواء داخليا او حتى خارجيا في سياحه بشكل كبير وافده على هذه المدن، درجات الحراره عامله ايه وحاله الجو هناك ايه؟ لا طبعا، هو برضه هذا الانخفاض هيمتد ويشمل كل المدن الساحليه وعلى راسها المطله طبعا على البحر المتوسط، اسكندريه ومطروح العريش بورسعيد، ومساء الغد بقى يبدا الانخفاض في درجات الحراره على جنوب سيناء عند شرم الشيخ الغردقه نويبع العين السخنه. هتبقى الاجواء طبعا مهيئه للاستمتاع بيها والاستمتاع ايضا بالشواطئ المطله عليها، هيحدث انخفاض حوالي 6-7 درجات على هذه المدن. تمام، لكن بالنسبه للامطار في المدن دي متوقع سقوط امطار؟ زي ما قلت لحضرتك هو على سلاسل جبال البحر الاحمر يعني جنوب الغردقه وعند حلايب وشلاتين والقاهره، امطار خفيفه جدا، وامطار خفيفه جدا على جنوب سيناء عند شرم الشيخ ووسط سيناء عند سانت كاترين، لكن غير مؤثره يعني امطار لا ترقى، يعني حاجه خفيفه جدا حضرتك. شكرا لحضرتك استاذ وحيد سعودي المتحدث باسم هيئه الارصاد الجويه.